نرجع مشاهدين الكرام للحديث عن الأزمة في اليمن وعن الحرب اليمنية. نذكر معنا الأستاذ اسكندر شاهر سعد، المستشار الإعلامي لسفارة اليمن بتونس. مرحبا بك مرة أخرى أهلا أستاذ وسهلا اسكندر. فيك. نحكي على اليمن اليوم، لأنه الناس ما يعرفوش في تونس حالة اليمن اليوم، يعني هل هي أكثر تأزما مما سبق أم أقل تأزما؟ هل هنالك انفراج في الأزمة في الأفق؟ شنو تشوفوا سيد اسكندر؟ طبعا نحن اليوم في حالة حرب، والحرب استمرت منذ يعني 4 سنوات، منذ أن قام الحوثي بانقلابه غير الشرعي على السلطة الشرعية وعلى إرادة اليمنيين. قبل الثورة 2011 يعني كنا في حالة احتقان سياسي كبير، مثلنا مثل تونس ومثل دول ما يسمى الربيع العربي، وكنا مهيئون لهذه الثورة، خاصة بعد أن أعلن الحاكم أنه سيورث ابنه للحكم في دولة جمهورية ويدعي أنه أيضا ديمقراطية، أيضا أقصى كل خصومه السياسيين، حاربهم، سجنهم، كانت هناك يعني انتهاكات للصحفيين، انتهاكات للحقوقيين، الحالة محتقنة، الاقتصاد يعني ينهار، والفاسدين وغول الفساد يتوسع، يعني ينتشر بشكل فظيع، وكان لابد من ثورة، يعني كانت ثورة يعني طبيعية جدا في سياقها الطبيعي، وفي سياق أيضا المحاكاة لثورة تونس وأيضا مصر. لأنه يعني تقول أستاذ اسكندر كونه اليمن كانت ضمن المخطط متاع الربيع العربي، المخطط اللي صنعوه مثلا على تصريح هيلاري كلينتون اللي قالت نحن صانعو الربيع العربي، يعني اليمن كانت ضمن المخطط، لماذا لم نرى إعلاميا كما شفنا في تونس وفي مصر وقت أحداث 14 جانفي 2011؟ ما شفناش شكل الهبة الإعلامية الكبرى في اليمن، ما شفناش شنو اللي قاعد يصير حقيقة في اليمن بخلاف بعض وسائل الإعلام البسيطة اللي تروج على الفيسبوك أو على اليوتيوب. بالعكس، احنا نرى انه كما قلت قبل قليل، احنا كنا مهيئون للثوره بشروطها الطبيعيه والموضوعيه، يعني اليمن يحتاج الى ثوره كان. وكنا لواء التغيير، حملناه احنا كاعلاميين وكسياسيين، حملنا لواء التغيير وحاولنا ان ندفع بهذه العجله، عجله التغيير، بالطرق السلميه، ولا وحتى الثوره نفسها كانت ثوره سلميه. الحاكم قتل شبابنا في اثناء الثوره، أكثر في جمعة الكرامة قتل أكثر من 50 شاب، وهو غير مسلح، يعني شاب يحمل قلم أو يحمل ورقة ليعبر فيها عن رأيه. فكنا في الضرورة، أنا أتكلم لك عن الوضع اليمن، يعني كنا نأمل من هذه الثورة أن ننتقل نقلة نوعية، لأن بلدنا فيه ثروات، بلد غني، وليس كما كان يعمم النظام بأننا فقراء ونستجدي المساعدات، كان هو يستجدي المساعدات، وليس اليمن كان غنيا ولا يزال غنيا. ولذلك يعني عجلة التغيير تعثرت بسبب الانقلاب الحوثي، اضطررنا إلى أن نواجه حرب يعني شرسة ومحمومة، يعني الضحايا طبعا بالآلاف ولكنها ليست المستوى الذي يهول، يعني لكن أيضا ارتبطنا الآن بحلف، ولا بد من الخلاص من هذا الآن. في على مستوى خارطة الحرب كنا قد ابتلع، يعني الحوثي كان قد يريد ابتلاع اليمن، يريد ابتلاع اليمن ويحولها إلى مقاطعة إيرانية يلوح بها ضد السعودية ويستخدمها بشعاراته، بنظرياته، بمنهجه المتخلف طبعا. فاللي قدمته الشرعية خلال هذه الفترة أنقذت، والتحالف العربي طبعا، بوجود التحالف العربي لن نستطيع أن نفعل شيء لأن سلاح الدولة قد نهب. فحررنا الآن 70، أكثر من 80% تقريبا من الأراضي اليمنية محررة من الميليشيات، باقية يعني هنالك تقدم، طبعا هناك تقدم، ولا زلنا نأمل أن نتقدم، لولا أنه أيضا حتى المنظمات الدولية تتدخل بذرائع إنسانية لتعطيل تحرير مثلا مدينة الحديدة، الميناء الأساسي الذي يستخدمونه لتهريب الأسلحة من إيران. يعني ما تحقق شيء عظيم، ولا نزال ولا تزال الحرب ومكة الحرب تمشي متواصلة، وبأمل التحرير الكامل، وهو يعني هدف حقيقي وهدف سامي، يعني يأمل اليمنيين كلهم يأملوا أن تعود دولتهم آمنة ومستقرة. آمنة بالطبع. ومستقرة طبعا، وهذا ما نتمناه نحن أيضا. أستاذ اسكندر، خليني نسألك، احنا يعني في تونس مثلا بعد 2011 وما يسمى بالربيع العربي، تبين بعد سنوات كون هنالك أطراف أجنبية ودول أجنبية مثل قطر مثلا التي دعمت الإسلاميين للصعود إلى الحكم في تونس، مثلا هنالك قضايا مرفوعة ضد هذه الدولة وضد التمويلات، صلب الجمعيات الخيرية إلى آخره. يعني شفنا بعد 2011 شفنا كون كان هنالك مخطط للثورات العربيه هذه وثورات الياسمين، يعني انتم شنو لمستوا في اليمن من نوع من هذا النوع تقريبا؟ طبعا تقريبا كل الثورات ما يسمى بالربيع العربي عانت مما يسمى ثورات مضاده، وايضا هناك دول
يعني ليس من مصلحتها قيام هذا التغيير أو قيام هذا أو إنها تدعم طرف أو مكون في داخل البلد نفسه وتسانده على حساب مساندة الدولة والحكومة، مع أنه الشيء الطبيعي والشيء الذي يعزز العلاقات العربية بالذات تحديدا يعني هو أن تكون البلدان مستقرة وأن تكون اللحمة العربية قائمة وأن تتعزز أكثر، وليس أن تصبح الدول يعني حتى على مستوى البيت الخليجي كما قال سعادة السفير السعودي مثلا، يعني هو مشكلة أيضا أثرت علينا في اليمن، لأنه قطر كانت عضوا في التحالف العربي والآن لها مواقف أخرى مختلفة، وهذا كله يؤثر، وأيضا الصراع البيني الخليجي يؤثر أيضا على اليمن. نحن نعتبر اليمن عمق استراتيجي للجزيرة العربية كافة، فهذه الأعمال أثرت على مسار التغيير في بلداننا. ربما تغير موقف قطر هو في علاقة بعلاقتها مع السعودية في الآونة الأخيرة، هذا هو يمكن تقريبا طبيعي، هذا الشيء طبيعي، يعني احنا كنا نعتبر قطر ولا زلنا نعتبرها عضو في التحالف العربي، ولكن مشكلتهم مع دول الخليج عامة أثرت على هذا المسار يعني لا شك. أستاذ اسكندر، هنالك من يقول كونه التدخل السعودي في اليمن يعتبر انتهاك لسيادة الدولة اليمنية، انت شنو موقفك من انا ذكرت قبل قليل باننا وصلنا يعني التحالف العربي لم يقم الا بطلب من الحكومة الشرعية وهذا الطلب مشروع في القوانين الوطنية والدولية، عندما تضطر الدولة والحكومة تتعرض لانقلاب هذا معروف في القوانين الدولية انه طلب شرعي من الحكومة الشرعية لا احد يستطيع ان يقول لا في العالم، لذلك لن تقول امريكا لا ولن تقول حتى الاتحاد الاوروبي ولا اي احد، هذا تحالف مشروع لأنه بطلب من الحكومة الشرعية. شعب اليمن يقال كونه إلى اليوم هو شعب مسلح، إلى أي مدى هو شعب مسلح إلى اليوم؟ يعني هل لم يتم القضاء بشكل جيد على الميليشيات المسلحة؟ هل لم يتم التقليل من الأسلحة لدى المواطنين اليمنيين أو القلة اللي حكيت عليها الحوثيين اللي هي عملت الانقلاب هذا؟ يعني شنو الحالة في اليمن حاليا؟ ما مدى صحة هذا القول كونه الشعب اليمني شعب مسلح؟ طبعا هو قبل 2011 حتى قبل الثورة كان يقال يعني من المعروف إعلاميا أن هناك 60 مليون قطعة سلاح بين في متناول أيدي المواطنين. 60 مليون قطعة سلاح هكذا يعني، وهو طبعا قريب من الواقع الأمر ليس بعيدا، ولأنه فعلا بطبيعته شعب مسلح وشعب قبلي يعتبر السلاح رمزا معينا، لكنه لا يحدث قتال يعني بحجم مستوى ما فيش قتال بحجم مستوى التسليح، لكن المشكلة عندما أصبحت ميليشيا استولت على سلاح ثقيل، هذا أنا أكلمك عن قطع سلاح القراءة على القطع السلاح العادية، أما السلاح المتوسط والثقيل عندما نهبته للجماعة الحوثية الانقلابية هذا أصبح موضوع موجه ضد الشعب، يعني سلاح لحماية الدولة يصبح سلاح لحماية يعني عصابة أو جماعة، فهذا هو وهذا المناخ بشكل عام مع مناخ الحرب يعني مواجهة الانقلاب وهذا المناخ الحربي كله أكيد ولد ميليشيات أخرى مسلحة، السلاح أصبح منفلتا، قيم حتى كثيرة انفرط عقدها، فهذه المشاكل بطبيعة الحال تحدث يعني في هذا المناخ يعني. هنالك مشكل كبير أيضا يتحدث عنه العديد اليوم وهو مشكل تجنيد الأطفال في اليمن. أيوة هذا أهم موضوع، يعني إذا أتينا إلى حصر مسلحي الحوثي أو من يستخدمهم كمسلحين سنجد أن معظمهم أطفالا كلهم يعني من الثامنة حتى ومن دون الثامنة، والصور شاهدة على ذلك، يعني تراهم يعني سربوهم من مدارسهم ويجبرون بعض الأسر على تسليم أبنائهم بالقوة وإلا يعتقل الأب يعني إلى هذه الدرجة. أيوة نعم، وأصبحت حتى المدارس ثكنات عسكرية، تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية والجامعات والمعاهد والمستشفيات أيضا المستشفيات يعني بآخرها مستشفى التي حررته الحكومة الشرعية 22 مايو في الحديدة كان يستخدمها كثكنة عسكرية يعني يستخدم المستشفى. تجنيد الأطفال كارثة لا يحكى عنها كثيرا. أيضا الصحفيين هدف أساسي للميليشيات، زعيم الميليشيات قال بالعلن بقناته التي تدار من لبنان قال بأن الصحفيين أخطر من المسلحين ومن العسكر ومن الجنود، ها وتبعا لهذه الفتوى قتل عدد كبير من الصحفيين تبعا لهذه الفتوى، أصبحوا
مادة للقنص والقتل، قنصوا يعني صحفيين مراسلين مصورين في قنوات يعني عديدة، طبعا فضلا عن تجريف المؤسسات الإعلامية وإيقافها وإغلاقها وتجييرها لمصلحة يعني لتكون لاطقة رسمية باسم الميليشيا. دخل تلفزيون اليمن، تلفزيون عريق جدا يعني عمر الدولة، هو بعمر الدولة وما قبل الدولة حتى، يعني يصبح ناطق رسمي باسم ميليشيات. أيوة، أنتم أين من كل هذا يعني الحكومة؟ نحن نحارب هذه الميليشيات بكل ما أوتينا من قوة. استطعنا استعادة قنواتنا الفضائية الآن تبث من الخارج طبعا، وبعضها سيعود إلى الداخل إلى عدن، إلى العاصمة المؤقتة عدن. نمارس يعني هناك جهد دبلوماسي متعاظم وكبير للحد من آثار ومخاطر هذا الانقلاب. قبل ما نحكيه على الإصلاح وآلية الإصلاح، خلينا نحكيه على هنالك أيضا انتقادات لكم سيد إسكندر، كونه أو توقفوا في الإعانات الإنسانية أو ما تخليوهاش توصل للإعانات الإنسانية، ما مدى صحة هذه الانتقادات؟ هذه الانتقادات غير صحيحة. أولا يعني نثمن دور السعودية ودول الخليج في موضوع، لأن هناك جهد يعني إنساني عسكري، وهناك جهد سياسي، وهناك جهد إنساني وإغاثي. ما يحول دون وصول هذه الغاثة هي العصابات درجة أساسية، وقد أثبتت شواهد عديدة أنهم يسرقوا الحوثيين سرقوا الإغاثات وباعوها في السوق السوداء تماما كما فعلوا مع النفط. النفط يعني يبيعونه بالسوق السوداء بأسعار خيالية، والشعب يتضور جوعا. رواتب الموظفين موقفة منذ سنتين، ولا يريدون أن يسلموا راتب مع أنهم يجبون الضرائب والجمارك، ويعني هناك مصادر، فضلا أيضا عن نهبهم للمحتوى النقدي، ما يسمى المحتوى النقدي اللي كان أكثر من 5 مليار تقريبا دولار في البنك المركزي اليمني، نهبوه. اضطرت الحكومة الشرعية إلى نقل البنك المركزي إلى الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن واعتماده دوليا مرة أخرى. باهي، نرجع للعلاقات اليمنية التونسية أستاذ إسكندر، يعني كيفاش تقيم هذه العلاقات اليوم؟ علاقات التونسية اليمنية ممتازة جدا، ليس اليوم وإنما منذ وقت طويل ومستمرة، علاقات دبلوماسية وطبعا ليس هناك علاقات اقتصادية لأنه ما فيش هذا، لكن أيضا الموقف الرسمي، نثمن الموقف الرسمي التونسي تجاه الأزمة اليمنية، وهو مساندة للشرعية، مساندة مستمرة ومتعاظمة. الشعب اليمني، الشعب التونسي أيضا يعني نلمس تضامنه وتعاطفه كما ذكرنا من قبل، علاقات جيدة ومستمرة، والآن تشهد تطورا يعني متناميا مع وجود سفير جديد، يعني منذ سنتين سفيرنا سعادة السفير عبد الناصر بحبيب الذي يقوم بدور دبلوماسي كبير لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها. في الفترة السابقة أستاذ إسكندر، كيف كانت هذه العلاقات وقت الحرب في اليمن، وقت اندلاع الحرب في اليمن، كيف كانت العلاقات التونسية اليمنية؟ استمرت العلاقات، كان هناك قائم بأعمال بالنسبة لسفارتنا هنا، واستمرت العلاقات على طبيعتها، لا يوجد أي ما يعكرها، سوى أن اليمن انشغل بمشكلته يعني، وكان ولا زال مقدرا للموقف المساند، يعني تونس ساندتنا في كل المراحل ولم يكن لها أي موقفا سلبيا تجاه الحكومة الشرعية والشعب اليمني. هنالك فئة لا تزال مقتنعة كونه أحسن حاجة هي مبادرة الصلح، يعني يتحثوا على إمكانية مبادرة الصلح مع الحوثيين، هل هذا ممكن أو هل هذا متوقع يعني في الآونة القادمة؟ الحكومة الشرعية دعمت كل جهد دبلوماسي، ودعمت أيضا دور المبعوث الأممي، هناك 3 مبعوثين أمميين مروا على الأزمة اليمنية منذ اندلاعها، آخرهم مارتن غريفيث الموجود حاليا. الحكومة الشرعية عبرت عن دعمها لمجهود المبعوث الأممي وجهوده لتحقيق سلام. السلام طبعا هدف منشود بالنسبة لنا، السلام هو الهدف الأساس وليس الحرب، نحن لا نريد الحرب طبعا. الحرب فرضت علينا فرضا من قبل الانقلابيين، السلام هو هدفنا، جهودنا نحو السلام مستمرة ومتعاظمة. شاركنا في حوارات سابقة في جنيف 1 وجنيف 2، وأيضا في مشاورات الكويت استمرت أكثر من شهرين يعني لمدة طويلة، وأيضا رفضها الإنقلابيين، رفضوا نتائجها. في سبتمبر الماضي كان هناك لقاء مرتقب في أيضا في جنيف 3، ورفض الحوثيون، ذهبت الحكومة الشرعية إلى جنيف بممثليها بوزراء ومستوى أدنى بشوي، الحوثيون رفضوا المجيء. أيضا هناك يقال
الآن في لقاء في ستوكهولم في السويد، أيضا الحكومة الشرعية عبرت عن رغبتها يعني في السلام وعدم وقوفها حجر عثرة، بالعكس هم قدموا اشتراطات من بينها نقل جرحى إيرانيين من اليمن عبر صنعاء، عبر مطار صنعاء، ولا نزال نتابع هذا الأمر ونجدد تأكيدنا بأن السلام هو هدفنا. السلام هدفكم، يعني أنتم مع كونوا إذا فما إمكانية مبادرة صلح مع الجانب الحوثي لاستقرار البلاد والاستقرار الأمن في البلاد؟ المسألة ليست صلح، يعني هو المفاوضات مفتوحة يعني على كل الاحتمالات، لكن الأساس لن يكون هناك أساس للسلام إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، هذا شيء مفروغ منه. أما يعني أن يكونوا ممثلين؟ لا، يعني ممثلين هذا قد كانوا ممثلين أصلا بالأساس قبل الانقلاب، كانوا ممثلين وكانوا ممثلين تمثيلا أكبر من حجمهم، كما قلت لك أقلية داخل الأقلية، ونحن والحكومة والدولة والشعب تسامح معهم وأعطاهم أكثر من حجمهم. أما أصل السلام وشرط السلام هو إنهاء هذا الانقلاب، إنهاءه واستعادة الدولة، لأنه الآن إحنا بحاجة إلى الدولة، دولة نهبت، انقلاب حدث، هذا حقيقة، وهذا الشيء ينتهي والسلام يعم وتسلم أسلحة ثقيلة، أسلحة الدولة للدولة ويتحول إلى مواطنين عاديين، وهناك صناديق الاقتراع الذي يريد أن يكون ممثلاً. إحنا قلنا سابقاً ولا نزال كان بإمكانه أن يشكلوا حزباً سياسياً وينخرطوا في الحياة السياسية الطبيعية ويدخلوا في الانتخابات على الأقل في مناطقهم ويكونوا حتى ممثلين، مع أنهم ليسوا ممثلين حتى لمناطقهم، لكن هذا يعني هذا عمل مشروع. عمل حزب سياسي، أسس تعددية سياسية، تعددية سياسية. إحنا في حالة ديمقراطية وفي حالة انتقال من ثورة، يعني ديمقراطية يعني ناشئة، قيم جديدة يعني. ديمقراطية ناشئة، لكن أن تقول لي أنت موجود بالقوة وأن تحكم بالولاية ومن السماء، والله ما أنزلك إلينا يعني حفيد الرسول، يعني هذه الخزعبلات والأفكار الظلامية الكهنوتية غير مقبولة بالأخير. باهي أستاذ اسكندر، هل هنالك إمكانية لعقد صلح أو نوع من الصلح مع إيران، بما أن إيران هي التي تدعم في الحوثيين على حسب قولك وعلى حسب قول العديد من المحللين ومن الناس الأخصائيين في الشأن هذا، يقولوا كون إيران هي الداعم الأساسي حاليا للحوثيين في تسليحهم في تمويلهم إلى آخره، هل هنالك إمكانية للصلح مع إيران أو لعقد اتفاق أو إبرام اتفاق مع إيران حتى ينتهي هذا الدعم أو هذا التسليح والتمويل تستقر الحال في اليمن؟ حسب المعطيات التي لدينا الآن، إيران مستمرة في دعمها لهذه الميليشيات ولا تريد أن ترفع يدها يعني إلى الآن إعلاميا وسياسيا وعسكريا ولوجستيا وخبراء وإلى آخره، ومستمرة في هذا الدعم. هذا يعتبر تعدي على العلاقات مع اليمن، تعدي من طرف واحد، من طرف إيران وليس من طرف اليمن. عندما يرتفع هذا التعدي وحتى هي تستطيع أن تلوح لجماعتها هذه أن تكف عن قتل اليمنيين وأن تنخرط في الحياة السياسية، حين ذاك سنتحدث عن علاقة طبيعية. طيب هنالك من يقول أيضا أستاذ اسكندر من الانتقادات، أنتم تقبلون بالتدخل السعودي في اليمن في حين ترفضون تدخل إيران. سبق وأن ذكرت بأن التحالف السعودي أتى طلب رسمي من الحكومة الشرعية، لكن نحن لم نطلب إيران تأتي إلينا، وليست حتى ولا توجد حدود بيننا وبين إيران، لا حدود جغرافية ولا علاقات حتى يعني ممتازة من قبل أو حتى إرث مشترك، يعني كل ما في الأمر هي مجرد دولة إسلامية فقط. طيب، لكن لا يوجد علاقات، يعني علاقات تسمح لها بأن تكون طرفا داخل اليمن أو معادلا قويا في اليمن عبر جماعة أو عبر أقلية، هذا غير مقبول. أعتقد هذا غير مقبول في تونس، في الجزائر، في أي مكان. هي تعمل ذلك في أكثر من بلد على فكرة، يعني في اليمن، لكن باليمن استطعت أن تبني هذه الجماعة عبر مدة طويلة. يعني علاش ما تكونش فما وساطة دولية مثلا في حوار مباشر مع إيران باش هي تكف على دعم الحوثيين وتستقر الإيران، يعني تستقر اليمن عفوا، علاش ما يكونش فما تدخل من الأمم المتحدة مثلا، علاش ما يكونش فما تدخل من دولة أجنبية مثلا باش تكون واسطة لتقريب الطرفين؟ نحن بذل يعني الحكومة تدعم جهود الأمم المتحدة كمظلة دولية جامعة. لدى إيران كثير من المشاكل أيضا مع أمريكا، مع حول برنامجها النووي وغير برنامجها النووي، هي توظف يعني قفازاتها هنا وهناك في العراق، في لبنان، في اليمن أيضا، للضغط على هذه الدول لمصلحتها الذاتية، يعني لمصلحة إيران وليست لمصلحة الجماعة حتى أو الجماعة هذه. ومثل هذا السلوك يعني يحتاج إلى إعادة نظر في داخل إيران نفسه، يعني يحتاج الشعب الإيراني أيضا أن يقول موقفا لحكومته تكف عن دعم العصابات والميليشيات
واستخدامها وتوظيفها. ما هي أستاذ اسكندر الحلول في رأيك؟ يعني إلى متى ستظل هذه الأزمة قائمة؟ إلى متى ستظل هذه الحرب قائمة؟ إلى متى ستظل الضحايا تتفاقم؟ لأنه نشوف في موتى أطفال، وهذا طبعا يمس المواطن العربي ككل، مش المواطن اليمني فقط أو دول الجوار، يعني يمس حتى التوانسة. وشفنا حملة تضامنية كبرى تجاه اليمن وأطفال اليمن إلى آخره. في نظركم إلى معناها إلى أي وقت ستظل هذه الحرب قائمة؟ يعني هل هنالك انفراج قريب في الأفق؟ هل هنالك تسوية للأزمة واستعادة للأمن واسترجاع الأمن في اليمن؟ نحن نأمل أن يكون هناك تسوية قريبة، وخاصة كيفاش تكون تسوية يعني هذه؟ عبر الأمم المتحدة، يعني على الأقل عبر الأمم المتحدة، يعني بالمفوضة. هناك مفوض للأمين العام يعني يمارس عمله الآن، يذهب إلى صنعاء ويذهب إلى الحكومة الشرعية، يبذل جهود، الحكومة تساعده وتدعم هذه الجهود. نأمل أن تكون هناك تسوية قريبة، وأن يكون هناك ضغط حقيقي على إيران وبالتالي على ميليشياتها في اليمن لتنخرط في عمل سياسي ويؤسس كما قلت من سابق حزب سياسي وينخرط في الحياة الطبيعية. ولأنه لا الحرب لا يعني لا يوجد حرب إلى ما لا نهاية، بالأخير سنصل إلى تسوية، يعني لابد من نصل. باهي أستاذ اسكندر، يعني اليمن اللي هي حاليا يقال أنها تستورد في 90% من موادها الاستهلاكية، في حال انفراج الأزمة وانتهاء الحرب، هل هي قادرة وحدها على إعادة الإعمار وبناء اليمن من جديد؟ يعني منظومة الصحة، منظومة التربية، البنية التحتية إلى آخره، أم أنها ستستند إلى حلفائها كما السعودية والإمارات؟ من الطبيعي أن تستند إلى حلفائها، والحلفاء يعني بالذات المملكة العربية السعودية والإمارات يعني عبروا عن استعدادهم لدعم اليمن في الإعمار في حال، وهناك مشروع قائم يعني عمليا إغاثي وأيضا في اتجاه الإعمار مستمر، يعني برامج مستمرة باتجاه الإعمار. ولا شك أنه إذا توقفت الحرب سيكون لهم دور كبير في إعادة الإعمار، ولأن اليمن سيكون قد وهو منهكا بالفعل وسيكون قد أنهك أكثر. قلت لي بكري أستاذ اسكندر كونه ليس كما يراج سابقا، كون اليمن بلد فقير، قلت لي نحن لسنا ببلد فقير. أنتم شنو الحاجات اللي مثلا اللي تصدرها اليمن، الحاجات اللي محقق فيها اكتفاء الذاتي، باش تنجموا كيفاش باش تنجموا تعاودوا تسترجعوا شيء هذا؟ يعني اليمن أولا موقع استراتيجي هام تطل على مضيق باب المندب الذي تمر عبره يعني ناقلة النفط إلى العالم. هذا الحل هو مكسب جغرافي يعني. هنا اليمن طبيعة متنوعة من حيث المناخ ومن حيث الجغرافيا، يعني كانت يعني قبلة للسواح في فترة من الفترات. أيضا هناك ثروات طبيعية غير مكتشفة لا تزال البلد بكر. هناك أيضا إذا ما حاربنا الفساد سنكون أمام ثروة يعني كانت تنهب وتعود إلى مسارها الطبيعي. حرب على الفساد سيكون له دور مهم. اليمن يعني لها مكانة تاريخية أيضا تجلب الناس إليها، يعني هناك تنوع كبير في اليمن، ومع دعم الحلفاء ومع ممكن أن تستعيد اليمن عافيتها وتضع يعني نضع أقدامنا على الطريق الصحيح إن شاء الله. وهذا ما يتمناه التونسيون وما يتمناه العديد في العالم العربي لدولة اليمن الشقيق. شكرا لك أستاذ اسكندر على هذا اللقاء الشيق. يعطيك الصحة. قبل ما نختم هنالك موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع ردود الأفعال التونسية تجاه زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس، وهو موضوع يمكن فما أطراف ركبت عليه وخرجت وندت هذه الزيارة ورفعت شعارات لا تحاكي التونسيين جميعا. هنا ما نجموش نعملوا معناها الفو با جينيراليزي، هنا مش توانسة الكل مثلا يتبنوا نفس الموقف هذاك، يعني الفو دير كونه فما توانسة اخرين قالك احنا ما يهمناش، يعني هذه مشاكل، هذه امور دولة، يعني علاقات دبلوماسية، علاقات دولية، حرية التعبير طبعا مكفولة بالقانون الى اخره، لانه هذه العلاقات تمثل ايضا يعني شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي دعم في عديد صفحات الكبرى لهذه الزيارة. طبعا هنالك الإيديولوجيات والخلفيات السياسية موجودة وواضحة لدى الداعمين سواء من هذا الجانب أم من ذاك. إلا أنه نختم قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، القضية التي أخذت أكثر يعني حيز من أنت، ما شفناش قضية أخذتها الحيز هذا، يعني ما شفناش مثلا التونسيون مهتمون بمن قتل شكري بالعيد ومحمد البراهمي، أم هذه ليست بدماء؟ يعني ما شفناش دماء لطفي نقذ جنودنا إلا نكل بجثث في الشارع.
الشعامبي اللي ذبحوا، يعني هذه القضايا من باب أولى وأحرى أنه نهتم بها في تونس ونكشف من يقف وراء هذه الاغتيالات ومن يقف وراء هذه الجرائم في تونس. يعني صحيح هي جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بغض النظر عن مواقفه السابقة التي انتقده فيها العديد أيضا، لأنه هنالك من يقول كان له دور في التسفير إلى بؤر التوتر، يعني كل هذا قيل ولا يزال يقال، تبقى جريمة طبعا بأتم معنى الكلمة، إلا أنه يظل شأنا سعوديا داخليا، هو أغتيل في أراضي سعودية ذات سيادة سعودية في تركيا، دونك يبقى شأن داخلي سعودي ليس لنا أن نتدخل في هذه الشؤون. شكرا على حسن المتابعة، موعدنا يوم الخميس المقبل إن شاء الله.